ما شاء الله. وش تقول يا مدير جروبنا؟ اقول يا طول العمر هذا الجراد ما شاء الله. اذا نطبخ حي ها حي الله الله ما شاء الله كبار ما شاء الله طيبات طيبات بنقرمشها ان شاء الله الليله. كيف تقرمشها؟ ورنا الطريقه يعني باذن الله بوريكم الطريقه لا لا شوف 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 ابوريك يعني اذا في اذا امسك الجراده لا اله الا الله كذا طال عمرك اسلم اسلم شفت والرجليه هذه رجليه هذه نعم تنتفها نعم عشان تضبط معك نعم ها وقول بسم الله لا لا بسم الله ما شاء الله